يفتح عليك. صدق الله العظيم، غفر الله لك ولوالديك ولوالدينا أجمعين ولكل السامعين إن شاء الله والمشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منك يا شيخ عبد الناصر. اللهم أمين رب العالمين. شيخ عبد الناصر، طبعا أنت بسم الله ما شاء الله عليك الآن يعني أصبح لك بصمة وليك يعني أداء متميز، لو واحد سمعك حيقول ده أداء الشيخ عبد الناصر حرك، ولكن لا أحد ينكر أنك ابن مدرسة عريقة، ابن مدرسة الشيخ مصطفى راغب غلوش الله يرحمه، أو راغب غلوش لسه ربنا يعني يحميه ويديله الصحة والعافية. طبعا مصطفى اسماعيل الله يرحمه، الشيخ مصطفى اسماعيل ده ليه كمان لمحة منه، ولكن الشيخ راغب غلوش الله يحفظه ويديله طول عمره إن شاء الله كمان. أنت من المدرسة دي وأيضا من يعني مدرسة الشيخ محمد رفعت. فيعني أنا السؤال الذي يخطر على بالي، إيه اللي يخلي زي بيقولوا كده بالمثل إيه اللم الشامي على المغربي؟ يعني طريقة الشيخ محمد رفعت لها يعني أداء ولها سكة، وطريقة الشيخ راغب غلوش والشيخ مصطفى اسماعيل لها أداء وسكة، مع أنه من المعلوم أنه الشيخ راغب غلوش يعني كان في البداية مقلد الشيخ مصطفى اسماعيل وبعدين يعني أصبح له مدرسة، فإيه اللي خلاك أنت تاخد من السكة دي ومن السكة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. عفوا، هو أنا بدايتي في البداية طبعا يعني كنت أقلد لفضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش، يعني نشأت وتربيت على صوت فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش حفظه الله. دي كانت بدايتي. طبعا لا شك ان لكل قارئ في البدايه التقليد ليس عيبا، صحيح بالعكس، هو الانسان يتمادى في الـ في الـ في التقليد، هذا هو العيب، مع الحفاظ طبعا للقارئ او المدرسه التي تنتمي اليها، يعني كما فعل الشيخ راغب مصطفى غلوش ايضا من قبل كان يقلد الشيخ مصطفى اسماعيل، صحيح صحيح، كلي وجزئي، ثم بعد ذلك يعني اختار له طريق. انا كمثل برضو يعني انهج مثلا مثل الشيخ راغب يعني. فاللي يعني يعتبر الغالب العام والمزاج العام عليها هو الشيخ راغب، صحيح. طب بس للطريق، ايه اللي خلاك تروح على الشيخ محمد رفعت بقى؟ حبا ايضا في الشيخ محمد رفعت. مع انه انت صوتك يمكن لو احنا هنصنف صوتك بتصنيفه قريب من الشيخ راغب غلوش اكثر من الشيخ محمد رفعت. يعني كخامه صوت وكاداء صوت، يعني حتى الخامه نفسها، نعم، بتلاقي انت لما تبدا بداياتك حتى مهما اخرج بتلاقي نفسك الغالب والمزاج العام. الله ينور عليك، هو راغب غلوش الله يحفظه ويطيله طول العمر طبعا، وشرف لنا طبعا الله يفتح لسريره المدرسه الغلوشيه، لا شك. اما الشيخ رفعت حبا برضه في الشيخ رفعت، وعلم بانه صعب التقليد. طبعا الشيخ رفعت يعني من القراء اللي يصعب القارئ الذهبية يقدر يقلده، صحيح. فده حبا فيه ايضا يعني احب دائما انني يعني اقلده في بعض الايات. يعني انا لو قلت دلوقتي للشيخ عبد الناصر عاوز حته كده قد كده للشيخ محمد رفعت بس تبكر، نعم، ينفع؟ ان شاء الله. يلا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. الله ما شاء الله عليك يا شيخ، الله يشاء عليك، ما شاء الله عليك. وإذا مسه الشر كان يئوسا. الله كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله الله يرحمك يا شيخ محمد رفعت، الله يرحمك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الله. ويسألونك عن الروح
كن الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، أحسنت، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، جميل جدا، جميل جدا، ما شاء الله. أنا ما توقعتش كده، خلي بالك، لا العفو، مش متوقع كده. الله يفتح عليك، جزاك من فضل الله علينا. الله يخليك يا شيخ عبد الناصر. طبعا شيخ عبد الناصر أنت ابن الغربية، نعم، ابن محافظة الغربية، نعم. يعني وأي أي أي قرية بالضبط من الغربية؟ أنا قريتي قرية شبرا اليمن، مركز زفتة غربية، ده مسقط رأسي، محافظة الغربية. وأنت حفظت القرآن في القرية؟ أي نعم، على يد جدي الشيخ السيد حرك. هو ثم كان العائلة يا مولانا عائلة صيّطة يعني، الحمد مشهورة لله، بالصوت الجميل نعم، ولا إيه؟ كان لا جدك شك، صوته جميل؟ نعم، القرية عندنا الحمد لله يعني تشهد لنا بالعائلة عندنا، هي عائلة كلها صوتها جميل، منها اللي بيغني أغاني شعبية، ولكن الغالب عليها حفاظ، يعني الحمد لله القرآن نحن عائلة قرآنية، ما شاء الله، يعني أنا سلكت طريق القرآن، وأخي أيضا الشيخ ما شاء الله، وائل ما شاء الله. بس أخي يمكن اللي انت اللي اشتهرت في العيله، يمكن نعم جدك ما كانش مشهور يعني، ما خدش شهره بالمعنى، ما دخلش الاذاعه نعم يعني، نعم يمكن بقي على صعيد القريه وصعيد هم المنطقه اللي فيها، يمكن المحليات هنا، لكن محليات. أنا الحمد لله فضل ربنا الله اكرمك وفتح عليك وجيت وأكرمني للقاهره، ودخلت الإذاعة، ما شاء والحمد الله لله عليك. كان فضل. دخلت الاذاعه امتى يا مولانا؟ حينما تقدمت يعني كان من فترة سنة 99، حينما كرمتني الدولة بحضور الرئيس السابق الشيخ عبد العليم شاشة، قال الله لي يرحمه، عليه رحمة الله، قدم يا ابني للإذاعة، أنت ما بتقدمش للإذاعة ليه؟ صوتك جميل وحلو يعني، وده من فضل الشيخ ابو العين شعيش الله يرحمه على كثير من علي القراء. عليه رحمة الله، وفضل علينا وعلى كثير من القراء أيضا، صحيح صحيح، عليه رحمة الله. يعني هو كان سبب دخول جمع كبير من القراء للإذاعة والتلفزيون. وهو قال لي أنت آخر واحد اعتمدتها في الدستة يا عبد الناصر. حينما كنت أنا في اللجنة رحمة الله عليه، وخلصت الاختبار، فقال أم يا عبد الناصر، أم إيه يعني، أم فرح أمك، هكذا العبارة قالها لي يعني. سبحان الله، أحسست وشعرت بأن ساعتها، قلت دلوقتي أكيد اللجنة راضيت عن أدائي الآن، سبحان وبالفعل الله. بعدها بأسبوع لقيتهم بعتلي لي جواب إنك تحضر للإذاعة كي تسجل نصف ساعة للحكم، زي ما بالترتيب وبعدها قال لي يلا يا عبد الناصر، يبقى الإذاعة تطلب منك يعني تلاوات قصيرة كده وبتاع، تسجلها وتتمها وتتكاد عن كده، سبحان الله وربنا سبحان يكرمك الله. عليه رحمة الله يعني يعني. انا كان من دلوقتي ضمن انت فكرتنا بالشيخ ابو العين شعيش رحمه الله عليه، نقيب القراء السابق رحمه الله عليه. طبعا له فضل كبير عليك وعلي وعلى كثير من قراء مصر وحتى قراء نعم العالم العربي، خلي بالك عليه رحمة يعني. الله هو شارك في لجان تحكيم لا عد لها ولا حصر، نعم، فكان كل ما يسمع حد في اي مسابقه في اي مكان بتلاقيه على طول هو يتبناه، بيحاول يكبره، بيحاول تبنى يلمعه، كثير، بيحاول يقدمه للناس. تبنى كثير من الشباب معنا يعني، صح برضو أيضا من القراء صحيح معنا في الإذاعة أيضا يعني، صحيح صحيح ويشجعهم وله الفضل على كثير يعني، على بعض المشايخ الشباب معنا في الإذاعة أيضا، ونسأل الله العفو والعافية لنا ربنا ولهم جميعا يغفر إن له شاء الله، ويرحمه ان شاء ويغفر الله له ويرحمه ويثبتك ان أمين شاء يا رب الله العالمين، ويثبتك باذن الله ويلحقنا تعالى. بهم على الإيمان إن شاء انت الله. قرات يمكن في ليله من ليالي القدر، يمكن هي كانت السبب الليله دي، يمكن دي أول ليلة، ده سنة 91 منذ ما يكرم من 25 عام تقريبا، 23 سنة، وكانت دي سبب الانطلاق بتاعتك بقى، كانت دي هي سبب انطلاقة الانطلاق نعم، بتاعتك. كان بحضور برضو الرئيس السابق يعني زي. طبعا دي كانت اول حفله ليا بالنسبه في الجهات الرسميه في تابعه لوزاره الاوقاف. طيب شيخ عبد الناصر، سافرت نعم ورحت بلاد كثيره انت، نعم، سؤالي ليك، هل انت تشعر لما تسافر لاي بلد، يعني انت سافرت ورحت يمكن ايران ورحت بلاد كثيره، يمكن هل تشعر انت بالروحانيه او بالاداء اللي بتاديه في مصر زي بتاديه بره مصر؟ يعني هل انت بتلاقي نفسك انه السميعه بتوع مصر زي السماعة بتوع أي بلد تاني، ولا كل بلد لها سماعتها ولها يعني نظامها في السماع؟ بالنسبة للبلاد تختلف بعضها عن بعض، يعني عندك مثلا آخر سفرية لي كانت في إيران، بصراحة يعني الشعب الإيراني والجمهور الإيراني يعشق القراء المصريين بطريقة يعني فوق الوصف. هو حتى الشيخ ابن عيينة شعيش الله يرحمه كان يزورهم بشكل دائم رحمة الله أي عليه. نعم نعم وحينما حتى أذكر برضو حينما سافرت إلى إيران هذا العام، وجدتهم قالوا لي أن الشيخ راغب ذكر اسمك هنا عندنا، فحينما علمت من يعني منهم هذا الكلام يعني فرحت فرحا شديدا في نفسي طبعا. طبعا الشيخ راغب إن كمان الشيخ راغب راح لهم يعني كتير يعني، يذكرني بالخير، كلما أذهب إلى مكان أعلم أنه يذكرني بالخير دائما، فضل الشيخ راغب مصطفى غلوش الله يذكره حفظه بالخير، الله. ربنا يذكره بالخير. فالشعب الإيراني بطبعه دائما يحب القراء يعني، دائما هو ده حفلته يعني، تختلف عن أي دولة أخرى. أما بالنسبة لأستراليا مثلا، هناك كانت صلاة مثلا لو ذهبنا في شهر رمضان نصلي ونقيم التراويح،
وبتقرأوا كمان. وبتقرأ برضو أيضا، وبتقرأ كمان. وبلجيكا كمثله، وبوركينا فاسو، يعني كل بلد تختلف عن صحيح الأخرى صحيح بالنسبة صحيح. لحفلاتها، بالنسبة بس أنت بتلاقي نفسك فين؟ يعني الشيخ عبد الناصر بيلاقي نفسه فين؟ كما شعرت يعني آخر سفرياتي بالنسبة كانت لي إيران، بعد كده لبنان، بعد ذلك يعني طبعا في تركيا ليها دعوات ان شاء الله الشهر ان شاء القادم ان الله شاء الله تعالى. لتركيا. يعني انت بتلاقي نفسك بتأدي ادائك اللي بتأديه في مصر في اي بلد تاني، لا يختلف عليك البيئة والجو، والعكس كده بتلاقي نفسك بتنشط اكتر. اظن لقيت ايران، هو الشعب الايراني هو اللي بيفهم القارئ جيد، هذا ما وجدته، بيقدر القارئ جيد، بيقدر القارئ وبيقدر، لانهم يعلموا بكل، يعلموا عنا اكتر من انفسنا، يعلموا عن القراء المصريين اكتر بس من القراء انفسهم. غير كده ما يعرفوش، الحمد لله. ربنا يهديهم وربنا يتوب علينا وعليهم ربنا يهدينا ويردهم جميعا. الى ديننا ردا جميلا. نعم يعني يا ريت يهتموا بالدين كما يهتموا اللهم بالقران امين يا رب العالمين. كسماعا، لانه لا يهتموا بتفسير القران، يهتموا فقط في سماعهم للقران. طبعا دي نعم مشكله للاسف خطيره عندهم. نعم نعم الشيخ عبد الناصر، وايضا الشعب المصري هنا ايضا يعني طبعا برضه يقدر القراء طبعا المصريين يعني. طبعا نعم. ايه علاقتك